باسمي وباسم كل السوريين وباسم كل واحد جبرته الحرب يتهجر من بلده، بدي اشكر هاي الدولة العظيمة اللي استقبلتنا وطعمتنا وحمتنا وعلمتنا وخلتنا ندوق معنا الحرية، وعلمت العالم والحكومات المتخاذلة درس من الإنسانية. شكرا ألمانيا. ليا تعال شوي. خلصت شو؟ تعال شو سألتيني آخر سؤال من شوي؟ شو آخر سؤال سألتيني؟ شو سألتك بالضبط؟ عم تسألني قال حلو هيك؟ في أحلى من هيك؟ الله يسعد لي هالصباح. وينو هذا المجرم الصغير؟ هذا الولد كل يوم بفيق الصبح بيحلم حلم بلش يحكي لنا إياه. طبعا اطول حلم بالعالم حسب ما فسروا العلماء هو 7 ثواني. صعب تشوف فيه شغلات كثير. اني يا زلمه بس هذا الولد بضل ساعة ونص عم يحكي الحلم وهلق خلص باق 6 صارت 7 وشوي. يا زلمه مش قلت لي ان في طالما يعني طالما قول السؤال ثاني. حلم طويل كثير 6 دقائق. قلت لي مره بالشارع هني بس مش كل يوم ما شاء الله مسلسلات انت عندك. رجينا على القميص. واو شو حلو. واو شوف شو طالع هيك بجنت الكنت. طبعا يا جماعة جهزنا هون في باكيت هون طالبينه وبالغلط فبدنا نرجعه. ليك عندي هون مارك حط شوفوا حد الزيني هوني حط مارك هذول الحجار شوف ما اجمله هون جهزنا هالزيني هالزيني قصة طبيعتي زيني شو؟ زيني قصة طبيعتي هفولي بتجنن رح كبها بزبالي بس بصير كثير حلو. هدول جوازات هون جهزنا الأوراق هون في عنا موعد كمان آخر هون جهزنا عدة الكاميرا طبعا قبل بيوم تصورنا الصور الشخصية عنا بغرفة مارك ضبطنا الإضاءة وحطينا الكاميرا وتصورنا كل واحد صورة شخصية وبلشنا نعدل صورة أم اللول عملنا لها بخ وتجليس ضبطناها شوي وفتحت لها الصورة وحطت لها حمرة مثل ما هي كانت متمنية وهون اكتشفت انه ميمي كثير كان مبسوط وعم يتصور وكثير مبسوط انه اخذ الجنسية كمان عملنا له صورته وضبطنا له اياها. جماعة وصلنا حرفيا احلى شيء بالعالم نحن عم نعمل يعني 8 دقائق تفصلنا عن النهائي يعني نحن بس يخلصوا ال 8 دقائق راح نبطل نعرف نحكي معكم عربي راح نقلبها الماني وبترجم لكم بس فيديو يعني. اوكي ما علينا نحن 8 دقائق بنوصل على المحل ما رايحين نستلم الجنسية. شو يا مارك؟ مارك جاهز؟ انا عندي كل مش مكن تبع الدعاي إلا ساعة عم نحاول نقرأ القسم قبل ما نروح لنحفظه. شو يا يزن؟ أنا تقريبا حافظوني بالعادي أساسا مفرجوه للعالم بس نحن حبينا نروح نحافظين وهيك مبين. أنا حفظته أنا حفظته الله راد. طيب بالعربي ولا بالألماني؟ لا بالعربي ألماني طبعا. يلا ما بعرف إذا رح يخلونا نفوت نصور هنيك هلق بنحكي يعني. للموظف إنه نحن بدنا نخليها ذكرى وبدنا نصور إن شاء الله تقبل نصور لكم كل شو اسمه كيف راح يكون. قالتنا مش ذكرى وقالوا احنا يوتيوبر عندنا 5 مليون والله بنشهركم ببرلين. يعني دعاية لبرلين بتخوف. نحن مقلق. نضحك بكم صفر مش مشكلة. يا جماعة حتى على الجنسية بأخروني. حتى على الجنسية بأخروني بعذبوني. شو؟ جبت الصور؟ جبناها. Der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werden, was ihr schaden könnt. So stressig. Ja. Ja, aufgeregt. Ja, und Sie haben Glück, wir sind hier nur im Büro. Früher gab es diese großen Veranstaltungen, vor 100 Leuten. Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achte und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnt. يا جماعة شفتوا كيف جحشنا؟ ما عرفنا نحكي ولا كلمة لا قراي ولا تسميع يعني هي حطتنا اليا قدامنا كل شي لغة تعلمتها بزبالي صارت. والله العظيم لك أنا عم بقوله هيك كنت بالبيت يعني هيك وأنا عم بجلي عم بسمعه يعني. شو يا زلمة شو شعورك؟ آخ شعور حرية شعور حرية الحمد لله والله يعني غير بس يعني إسا... أحلى لك أحلى من شهادة الجامعة يا جماعة لسه بعد عنا احنا لسه بعد موعدين يعني احنا كل المواعيد اليوم نفس النهار يا جماعه بتعرفوا انه احنا فايقين الساعه 5 وطالعين من الساعه
7 إلا ربع من البيت. يعني كان عنده مارك موعد دكتور للمدرسة، هذا الفحص العام اللي بيعملوه قبل ما يفوت على المدرسة وما أدري شو، وبعدين موعد ثاني وهلق هذا الموعد، وبعدين هلق رايحين نعمل جوازات السفر وهالقصص. قال بس عملت القسم إنه أنا بدي حافظ على ألمانيا وقوانين ألمانيا وأحترم وما أعرف شو. قالت لي هيك على سيك صح؟ قلت له إنه حكيت الجملة صح. قال لا أنت هيك صح، أنت عن جد بدك تحافظ. هي بدها شو، حاسس إنه حاسس راح عن جد حكي مزبوط إنه القسم، حاسس شاعر بالقسم، هيك قصدك؟ ليك ها عملته وهون عجيب وجنسي. نحن قاعدين مع الموظفين وعم ندعمطي اوراق وصور وشو اسمه نوقع وما ادري شو. هو لك شو كان مشغول، هو والموظف مشغول عن جد. مش هلا شو للموظف، اعطيني طب اللون ها، طب فيني اعلقها عندك؟ قام علق له اياها على الحيط، رجع بعدين قالوا لا بدي اخذها معي على البيت، احسن اعلقها بالبيت مشان يشوفوها رفقاتي. له عمري زيك صياغ يعني، ضل منيح مع كل الموظفين الا موظفتي الجنسية. يعني شعور، شعور ثاني عن جد، هيك الراحة النفسية والشو اسمه، مجرد انه انت يعني كل السوريين اكيد بيعرفوا معاناة اللي معه باسبور سوري، يعني كثير بكثير بيعرفوا قديش انه نحن معثرين، يعني لا فينا نروح لمحل ولا بيطلع لنا فيزا لمحل ولا شيء، وكل الدنيا مسكرة بوجهنا، يعني مثل كثير بشر طبعا. انه هاي الشغلة اللي نحن اكثر شيء مرتاحين، لانه خلص يعني صار بدنا نروح لعند حدا، بدنا نجي لعندكم على العراق ولا نجي على السعودية، عن جد انه بدنا نفتل على كيفنا فينا نفتل يعني الحمد لله، وانه بدنا نشوف اهلنا صار فينا نشوفهم اخيرا طبعا. فطبعا إن شاء الله عقبال عند كل واحد هون بألمانيا تعب واشتغل وعم يستنى الجنسية تبعيته. إن شاء الله هيدا. 500 فيديو عملنا، لا 500 مول عمل رحنا. شو؟ 500 مول. مول؟ إيه. كنا من المول عم ناخد جنسية جماعة. بتروحوا على اليوم على 500 بلدية، 500 بلدية، لأنه برلين كبيرة. كل منطقة فيها 4 بلديات، فأنت لتاخذ موعد من كثر ما المواعيد كتار، فأخذنا موعد لنعمل له ورقة للشغل. موعد لنجيب الجنسية وموعد لنروح نقدم على الهويات والجواز السفر يعني بكل واحد، كل واحد كل بلدية، فنحن مشوار مشوار مشوار. موعد تبع بدسي تبعي صح، وراحة موعد دكتور. يعني نحن طالعين، قلت لكم بأول فيديو نحن طالعين الساعة 6 الصبح تقريبا، 6:30 هيك 7:15، إسا الساعة يا جماعة 3:30. بعدنا يعني قلنا أكثر من 9 ساعات عن جد ما حسبتهم بعد برا، بس عم نعمل الوراق. متخيلين راسنا كيف؟ بس إنه بيستاهل يعني، وجع الراس اللي نحن فيه مستاهل. بس أنا أول فكر كانت كتير عطل. إيش تاني فتنا بالعطل؟ نحن رحنا بالعطل ورجعنا بالعطل يعني تقريبا. الدنيا صارت زرقاء وحشة. أصدقائي لهون بيكون خلص الفيديو، ما تنسوا لايك وشير سبسكرايب، بنحبكم كثير. باي. Things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can.